لما استخدمت الدكه بقى عندك فرصه كبيره جدا علشان خاطر الخصوم اللي عندك ما عندهمش دكه. هتقولي مش ذنب بقى ان الفرق ما عندهاش دكه. اه مش ذنبك، هو حاجه بالنسبه لك فادتك وطلعتك بعيد عنهم، بس الحاجه دي ما تقولكش ان في دوري ابطال اوروبا هتاخد البطوله. انا شفت كلام امبارح بعد القرعه اللي هو يا اسطى بالراحه، بس الفرقه مش بالقوه اللي انت بتتكلم فيها. ريال مدريد مش بالشراسه اللي انتوا بتتكلموا. انا سمعت امبارح شويه كلام يشله، اللي هو ريال مدريد هيخلص على السيتي ويشلطه ويخش على يوفنتوس ويظبطه ويخش على الفاينل يظبط اي حد، اذا كان اتلتيكو مدريد ولا باريس سان جيرمان، ويلا يا اوروبا رجع لها كبير تاني. طيب تسال كل الناس اللي بيتكلموا في كوره على يوتيوب هل الكلام ده ممكن يحصل؟ بيقول لك لا، هو احنا بنتوقع ان مانشستر سيتي هو اللي يصعد. ونفس الكلام بيقولوا ان ريال مدريد ممتاز جدا في الدوري، وريال مدريد بيطبقوا تتبيل عليهم بعد ما بيكسب. طب يا جماعه طالما انتوا مش متوقعين ان ريال مدريد يوصل بقى على حساب مانشستر سيتي، ما تقولوا المشاكل اللي في ريال مدريد، ولا انتوا مستنيين تعصر قدام السيتي عشان خاطر تتكلموا فيها؟ طب افرض ما تعصرش قدام السيتي وجيت تعصر في الماتش اللي بعديه، طلعنا ريال مدريد وهنقابل كمان ليون، واحتمال يجي لنا برشلونه او بايرن ميونخ اللي هو بالصلاه على النبي، دي شكلها بتنادي بجد وسالكه ولا ايه؟ الحمد لله مانشستر سيتي قدر ان هو يتخطى ريال مدريد ويوصل لدور الثمانيه، والحمد لله كمان يوفنتوس طلع وفايز بدري واللهكم في عمر الشكر لسان رونالدو وعشاق ريال مدريد الاثنين بصراحه هنسهرهم معانا كتير، بس بصراحه حقنا احنا لاعبين عليكم جيم تكتيكي عالمي. اه عندكم مشاكل كتير بس للامانه احنا اكلناكم تكتيكيا. يعني احنا بيب جوارديولا النهارده تقدر تقول كده ان هو كان بيغطي الموسم بتاعه والحاجات كتير الاول اللي حصلت جوه الموسم بماتش النهارده تكتيكي. اه لما شفنا فرناندينيو جنب لابورتا حطينا ايدينا على قلبنا، ولما كمان شفنا فيل فودن على ناحيه اليمين قلنا برضو في مشكله وربنا يستر، وكمان لما لقينا جواو كانسيلو على ناحيه الشمال شمين اللي بيحصل ده قبل كده وشفناه قبل كده كتير بيحصل جوه الموسم، فكنا خايفين ومرعوبين. بس بصراحه بيب جوارديولا قدر يحصل ريال مدريد في 25 متر جوه الملعب، ودي كانت ابداع منه. والناحيه الثانيه برضو زيدان قدر يحصل مانشستر سيتي 25 متر جوه الملعب. انا كده حوار 25 متر ده بالراحه، بس ما تعصبش قوي عليا، هارد لك ان انت خسرت كل حاجه، بس انا فاهمك ال 25 متر كانت ماشيه ازاي. الفرقتين اولا ريال مدريد بدا بال 4 3 3 والناحيه الثانيه مانشستر سيتي بال 4 2 3 1، وريال مدريد معاه الكوره في الحاله الدفاعيه وما بيحاول يبني الكره من تحت. كنت بتلاقي ان كان في ضغط عالي جدا على فران من ناحيه جيسوس من ناحيه الشمال وناحيه اليمين، كنت بتلاقي ان رحيم ستيلينج، وكنت بتلاقي كمان كيفن دي بروين بيدوس معاهم، وكنت كمان بتلاقي فيل فودن عامل زياده معاهم، كنت بتلاقي ان في ستاره كبيره جدا موجوده على الكره من وهي تحت، فالكره مش عارفين يطلعوا بيها لقدام، وكنت طبعا بتلاقي تحركات من اللعيبه اللي تحت علشان خاطر ما يسيبوش مساحات ويسيبوا فراغات ضمن الخطوط، فكنت بتلاقي ان اللعب محصور في 25 متر جوه الملعب، اللعيبه كلهم عاملين زحمه كبيره جدا في اماكن كتيره جدا جوه الملعب، لدرجه انك كنت تحس الماتش عباره عن مان تو مان بعرض الملعب، 11 لاعب بيلعبوا على بعض مان تو مان، فاي حد بيعرف يطلع بكوره صح من تحت كان بيشكل خطوره كبيره جدا على دفاع الفريق المنافس. والناحيه الثانيه برضه لما كنا بنلاقي مانشستر سيتي بيحاول يبني الكوره من ناحيه فرناندينيو او كمان من ناحيه لابورت، كنا بنلاقي برضه نفس اللي كان بيحصل الناحيه الثانيه، كنا بنلاقي ان برضه في ضغط عالي بعرض الملعب من رودريجو ومن ايدن هازارد ومن كريم بنزيما، وكمان من وراهم كنت بتلاقي لوكا مودريتش، وكمان كنت بتلاقي ان توني كروس كان بيزيد من وراهم. الشرح ممكن يكون عندك مش يعني مش شايف اي حاجه، بس هو ده اللي كان موجود جوه الملعب، كنت بتلاقي ان في زحمه كبيره قوي موجوده في 25 متر، والباقي كله كنت بتلاقي ان في مساحات كبيره قوي يرمى فيها الخيل. هل حد استغل المساحات دي؟ صعب، لان الموضوع كان ممتاز جدا تكتيكيا من الفرقتين، الفرقتين كانوا بيأدوه بطريقه عبقريه، وبالذات لعيبه مانشستر سيتي. ليه لعيبه مانشستر سيتي؟ يمكن لانهم عناصر شباب اكتر، ويمكن لان كاي جندوجان في دوره الشفاف ما كنتش بتقدر تبين هو كاي جندوجان حلو ولا سيء جوه الملعب، انك ما تعرفوش زي ما اتكلمنا، هو شفاف بس اوقات كتيره جدا بتحس ان هو لعيب ليه فايده. لو قعدت تتكلم عن المباراه ان انت فران بتاع ريال مدريد، هو فران اللي ضاع ريال مدريد مش هيشتغل بعض، يعني هو فران اللي ضاع ريال مدريد فعلا، بس هنقعد نقول ايه بقى لو قعدنا نركز على فران اللي ضاع ريال مدريد وفران فعلا افتقد راموس؟ هي طبعا الفرقه افتقدت راموس، مين ما افتقدش راموس؟ كفايه الروح القتاليه الكبيره جدا اللي بيمتلكها سيرجيو راموس. لو قعدت تقول ريال مدريد كان عنده فرص جوه الملعب، لا ريال مدريد ما كانش عنده اي فرص. طب الكره العرضيه اللي اتلعبت دي هل هي عبقريه بنزيما؟ اه طبعا عبقريه بنزيما، وكان عادي يعني دفاع السيتي معروف ان اسوء حاجه ليه هي الكرات العاليه، فبيب جوارديولا اساسا بالضغط العالي ده كله كان بيمنع ان لعيبه ريال مدريد يحاولوا يوصلوا على الاطراف عشان ما يلعبوش كره عرضيه اللي هي فرقته عنده نقطه ضعف فيها، فبيب كان بيخاف من الحوار ده. ممكن اكون شرحت لك الموضوع بتاع 25 متر ده بطريقه ما تفهمهاش انت، بس عادي يا معلم، هي ذرواتك مني بصراحه في الاجنده، بس عادي يا معلم، والله في حماس وفي فرحه كبيره جدا بصراحه اللي حصل النهارده. انا بصراحه بعد ماتش ارسنال كنت حاطط ايدي على قلبي بقول مش هنشيل مكسب على ريال مدريد، بس لما شفت اللي حصل النهارده جوه الملعب
برضه كنت حاطط ايدي على قلبي. ليه؟ ما انا راجل بدافع بفرناندينيو وبدافع بلابورتو، واساسا ناحيه اليمين عندي كايل ووكر، وعلى شماله موجود جو كانسيلو. ازاي اعمل لفريق بالرباع الدفاعي ده؟ ازاي بصراحه؟ ما احط نفسك مكاني. بالنسبه للناس اللي كانت بتتكلم على بدايه رياض محرز على حساب فيل فودن، ما معلش لو انت ما شفتش دور فيل فودن التكتيكي العالمي اللي كان موجود جوه الملعب تبقى انت راجل ظالم. طب ليه ما نزلش رياض محرز مكان فيل فودن؟ وليه لعب برنالدو؟ هو برنالدو عمل الموسم اللي فات عبقري وتاريخي. الموسم ده ما تعرفش برنالدو جراله ايه، غير ان برنالدو عنده حركه سريعه جدا عكس رياضه. برنالدو ينفع ان هو ينزل يدافع معاهم في نص الملعب. غير الماتشات دي ما فيهاش اي مشكله ما استخدمش رياض. المشكله ان انا لو خسرت، انما لو كسبت عندي افضليه ان انا اشارك رياض في الادوار اللي جايه، فما تبقاش واقف قوي على حته رياض دي. احنا ما صدقنا عامل ان الفرقه ربنا كرمنا ووصلنا دور الثمانيه، وكمان اللاعب ليون يابا يعني الموضوع بالنسبه لنا ممكن يكون مريح. هو اليوم ممكن تطلع السيتي؟ اه طبعا ممكن تطلع السيتي، احنا نقعد نشتغل بعض، احنا عارفين ان خط دفاعنا ده ميت يابا، بس الماتش النهارده التكتيك العظيم اللي حصل قدام ريال مدريد ده عشان خاطر احنا محترمين ريال مدريد جدا جدا، هل نحترم ليون الماتش الجاي؟ اتمنى بصراحه ربنا. ريال مدريد هارد لك ليوم، وهارد لك كمان للناس اللي كانت فاهمه ان الفرقه مرشحه بقوه ان هي تاخد دوري الابطال، هي مرشحه بقوه كاسم، بس جوه الملعب الموضوع كان فيه مشاكل كتيره قوي مش هنتكلم عليها، لان احنا برده ما ينفعش ان احنا يوم ما الفرقه تخسر نطلع نقطع فيها ونقول ان كلوب الدفاع عندهم مشاكل، وغياب راموس اثر كتير جدا على الحاله الهجوميه للفريق، لان راموس كان من الناس اللي بيحب يعمل زياده رهيبه جدا من المساك، فجاه تلاقي في منطقه الجزاء وبيستقبل كور بدماغه والعاده يعني في الكوره الثابته، بس النهارده ما كانش في كور ثابته ريال مدريد كتير، لان ريال مدريد ما كانش عارف يطلع بالكوره اساسا من تحت، وكانت بتشكل مشكله، لان احنا عارفين ان كازيميرو في الاوقات اللي فيه ضغط عالي كازيميرو بيكون الموضوع بالنسبه له ضايع جدا، فما تنتظرش ان كازيميرو يعمل لك ماتش عالمي قوي وفي ضغط عالي بسرعه جدا شغال جوه الملعب، فدي كانت مشكله بالنسبه لريال مدريد، والضغط العالي والايقاع السريع جدا جوه الماتش ده ما كانش ينفع فيه توني كروز ولا كان ينفع فيه لوكا مودريتش، مع احترامي الكبير جدا لتاريخهم وعطائهم، بس اللعيبه دي سنها ما يسمحش ان هي تعمل الواجبات اللي كان مطلوبه ان هي تعملها في ماتش تكتيكيا كان عالي جدا زي ده، وماتش رتمه ما كانش طبيعي على اي حد معدي ال 30 سنه، فبصراحه ربنا لكم في عونهم، والله لكم في عون اي حد من جمهور ريال مدريد كان حاطط امل كبير قوي على ان هو ياخد البطوله، وهارد لك يا صديقي. اما جمهور مانشستر سيتي بقى، احنا الحمد لله احنا ضحينا ببطوله كاس الاتحاد عشان خاطر الكلام ده، احنا اهم حاجه بالنسبه لنا نقفل الموسم بدوري الابطال، ودوري الابطال واضح والله ان هي بتقترب كده، واضح ان في بصيص من الامل بيقول ان احنا ممكن اخر السنه ربنا يكرمنا ونتغلب من اتلانتا في الفاينل. ان شاء الله باذن الله ممكن نوصل فاينل ونكسب اتلانتا، بس مش هنخسر اي حاجه لو عملنا لايك ودعمنا بعض. الماتش كان تكتيكي عظيم جدا، تقدر تقول كده انه اتلعب على اصغر التفاصيل اللي كانت موجوده، مين اللي هيغلط اقل هو اللي هيكسب، واللي غلط اقل هو اللي كسب، واللي غلط اكتر هو اللي قتل الفاران في الاخر. الله يكون في عون فاران من اللي هيتعمل عليه النهارده الحفله الكبيره جدا، والله يكون في عونك انت يا ستاوي اللي شفت ان الرياض ما لعبش وانت بتشجع الفرقه عشان الرياض اساسا، ولكن في عوننا احنا بصراحه اللي هو ممكن تعمل الفيديو ده وفي الاخر حد يخش يشوف 40 ثانيه اللي هو انت برنس والله عامل حاجه، مش تخسر اي حاجه لو عملت لايك ولا تخسر اي حاجه لو عملت سبسكرايب. هارد لايك لكل جمهور ريال مدريد، لو عايز تسمع الفيديو بتاع الافيش هحطه لك فوق عندي، مش تخسر اي حاجه لو دخلت واتفرجت عشان خاطر انا ما بحبش اطبل الفرقه لمجرد ان هي كسبانه بس، مش كل الخصوم في العالم برشلونه يا حبيبي.